تتواصل انطلاقات هذا المساء الرائع من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وشوطنا ينطلق بحفظ من الله وتوفيق شوطنا العاشر حاملا تحديات الحول المهجنات تسير في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق المميز والرائع من عاصمة الميادين وعلى قناة أبوظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث من هذا المضمار ومن هذا الميدان. إذا مشاهدينا الأعزاء مباشرة نسير إلى المقدمة إلى المركز الأول الشاهنية من تتصدر الجموع لياتي شعار هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، المركز الثاني والوصول والتحرك من ثاني المراكز، الشعار المتواصل على ثاني المراكز ما بين هذه الأسماء وهذه النجوم المتواصلة على أرضية هذا الميدان، وشعارات أصحاب السمو والشيوخ المتواصلة في هذا الشوط. المركز الثاني والتحرك هناك من الرماسة لهجن الرياسة وعلي بن خلفان الجهوري من يصل على ثاني المراكز مقدم الرماسة في هذا المساء الرائع. المركز الثالث هناك الشاهنية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري، والعنود منتصل على المرتبة الرابعة لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. المركز الخامس هنا التحرك الجميل والرائع على خامس المراكز، هنا محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسالم بن مطر بن حادة الكتبي في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس هنا التحرك الرائع والمميز من العنود لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. المركز السابع الوصول والتحرك من الوثبة لهجن الرياسة وراشد بن بخيت بن مقارح المري من يصل على المرتبة السابعة وثامنا، هناك الوصول والتحرك من مطفية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، وعاشرا هنا الوصول والتحرك الرائع من أوصاف لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسلطان بن سيف بن سلطان المقبالي. إذا العودة إلى المقدمة والعودة إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط. الله 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 الشاهنية وبجوارها الرماسة منا في المركز الأول والمقدمة، هناك الرماسة من غيرت إلى الصدارة وإلى المقدمة بشعار هجن الرياسة مع علي بن خلفان الجهوري في مقدمة هذا الشوط ليأتي بالرماسة. الرماسة من تتواصل بالمركز الأول بشعار هجن الرياسة. المركز الثاني هنا الشاهنية لهجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المنصوري من ياتي بهذا الشعار وبهذه الاسماء الرائعة الشاهنية وشاهين. المركز الثالث هنا التحرك ايضا من العنود وصلت في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة ومع المضمر البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يصل على المرتبة الثالثة. والمركز الرابع هناك العنود ايضا تصل بشعار هجن الرياسة ومع المضمر علي بن يميل الوهيبي على المركز الرابع. خامس المراكز هنا التحرك الجميل والرائع ايضا من الشاهنية لهجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري. الخمس الاسماء المتقدمة كلها لهجن الرياسة، ولكن سادس المراكز من تصل في هذه اللحظات محبوبة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسالم بن مطر بن حادة الكتبي في عملية التضمير والتدريب، وتصل على المركز السابع. على سابع المراكز هناك من تصل فيه المنصورة
منصورة منتصر على سابع المراكز بشعار هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. تحركت الوثبة وتحرك شعار هجن الرياسة بقيادة راشد بن بخيت بن مقارع المري من يصل على ثامن المراكز والمركز التاسع والتسلل الرائع والمميز هناك من مطفية. وصلت مطفية بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي والمركز العاشر هناك مع أوصاف. أوصاف منتصر على عشر المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العنود من غيرت إلى الصدارة، العنود من بدلت وسحبت بساط المركز الأول بشعار هجن الرياسة مع المضمر البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. والمركز الثاني رماسة هنا بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن خلفان الجهوري. ولكن الوصول على ثالث المراكز هنا تصل بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي على المركز الثالث. الله 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 الله، تحدي رائع مميز للغاية. تدخلت الأسماء وتواصل النجوم في هذه اللحظات. وصلت على رابع المراكز، هناك مطفية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. وأيضا تصل في هذه اللحظات الشحنية على خامس المراكز بشعار هجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري على خامس المراكز. وصلت الأسماء وتدخلت أيضا الشحنية المملوكة لهجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد بسم المنصور. يا الله 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 الله، هذه الكوكبة التي تشكلت في مقدمة هذا الشوط بشعار الحمر واللون الأحمر الخطر المميز دائما، لون الحب ولون العشق، هنا على المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كلها لهجن الرياسة. أما المركز السابع تواصلت في هذه اللحظات وانتقلت. هناك وصلت في هذه اللحظات إلى سابع المراكز، هناك سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الطارش بن مبارك بالقوبع. من يصل في هذه اللحظات يصل على المركز السابع ثامن المراكز. الله 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 الله، الوصول من الوثبة. وصلت على ثامن المراكز بشعار هجن الرياسة مع راشد بن بخيت المقارح المري. من يصل في هذا اللحظات وتتواصل على المركز الثامن. أما تاسع المراكز محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسالم بن مطر بن حادة الاكتبي. من وصل في هذه اللحظات والمركز العاشر هناك مع منصورة. وصلت بشعار هجن الرياسة ومع المضمر علي بن يميل الوحيبي. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط، العنود على المقدمة، العنود على الصدارة، على المركز الأول بشعار هجن الرياسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. ولكن بدأ التسلل من عبرنا يسر العبور. وصلت هنا وتحركت منصورة، تحركت مطفية في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. وأيضا يتواصل على ثالث المراكز بقيادة العنود لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. وأيضا الرماسة تتواصل على المرتبة الرابعة بشعار هجن الرياسة وعلي بن خلفان الجهوري. والتدخل بدأ في هذه اللحظات، تدخلت الشاهنية بشعار هجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وتواصل أيضا هناك سلهودة لسيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير وفي عملية التدريب، ولكن المقدمة ولكن الصدارة الرماسة 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 ومطفية مطفية والرماسة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول هنا بشعار هجن الرياسة. كلها لهجن الرياسة باختلاف المضمرين باختلاف العمالقة عمالقة التضمير. هناك الرماسة لهجن الرياسة مع علي بن خلفان الجهوري وأيضا مطفية بشعار هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. وصلت المساندة من هذا الاسم، وصلت العنود لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، ووصلت الشاهنية على رابع المراكز لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس أيضا الشاهنية لهجن الرياسة. وبدت الحركة وبدا الانطلاق. الله غيرت الشاهنية، غيرت إلى المركز الأول، غيرت إلى الصدارة إلى المقدمة بشعار هجن الرياسة مع المضمر المستحيل مع المضمر المستحيل أبو ذياب من طرق الأبواب أبواب كيل البتر الأخير لياتي بهذا الاسم العملاق، لياتي بالشاهنية بشعار الذهب بشعار اللقب هنا على المركز الأول على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. هناك أول الواصلات إلى منطقة السيل تمر مرور الكرام هنا في المقدمة والمركز الأول. سلامي على هذا الشعار، سلامي على هذا الاسم، سلامي على هذا التواصل والتميز هنا في هذا الميدان عاصمة الميادين. ها هي الشاهنية تشاهدونها على شاشة قناة أبوظبي الرياضية تتخطى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا إلى المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصلت على ثاني المراكز العنود لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي وصلت على المركز الثالث. هناك وصلت مطفية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي من وصلت ثالثا. أما رابع المراكز وصلت على رابع المراكز الوثبة لهجن الرياسة وراشد بن بخيت بن مقارح المري. وخامس المراكز هناك التواصل مع منصورة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. إذن تحدي جميل رائع مميز للغاية شهدناه على أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة والشاهنية. من فازت بهذا الشهر شوط بشعار هجن الرياسة وراشد بن محمد السم المنصوري. توقيتها الزمني 12 دقيقة 58 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. وصلت على ثاني المراكز وتقدمت هناك العنود بشعار هجن الرياسة مع المضمر البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. مسجلة توقيت وقدرة هنا تشاهدون على قناة أبوظبي الرياضية. ها هو توقيت العنود هنا 13 دقيقة بدون ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهذا الشعار. المركز الثالث وصلت فيه على ثالث المراكز، وصلت مطفية على ثالث المراكز لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. توقيتها الزمني 13 دقيقة ثانيتين وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن